لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. ما أجمل أن نفتتح هذا الشهر المبارك أيها الأحباء بهذه التجليات للقديس صفرون الأثوسي، نقلا عن موقع عائلة الثالث القدوس كدأبنا. ليس النور هو الذي يسبق النار في طبيعتنا الساقطة، بل الاشتعال هو الذي يسبق الاستنارة. إذن فلنبارك الرب لأجل حركة حبه الحارق. إن المحيط الاجتماعي الذي نحيا فيه معاد للصلاة، وقد رتب الحياة وفق مقاصد تخالفها، والأرواح المضادة لا تستطيع تحمل الصلاة، لكن وحدها الصلاة بإمكانها أن تستعيد العالم الساقط. إن حب الله متضع، إنه يحبنا لا بترفع إنما برفق، كما الأم تنوجع على طفلها المريض. وعندما نفتح قلوبنا له نحس بأنه خلنا عشيرنا، فتذوب الروح عبادة. إن طبيعة الحياة المسيحية غير الاعتيادية على مثال الله تكمن في الجمع بطريقة عجيبة بين الحزن والفرح، بين العمق والعلو، بين الحاضر والمستقبل والماضي، على امتداد قرون من التاريخ على وجه الأرض.